جربة سكوب، آخر أخبار جزيرة جربة تصلك أينما كنت. جربة سكوب، les dernières nouvelles de l'île de Djerba vous parviennent là où vous êtes. دكتورة أميرة جعفر، ظل تستعد في جربة لتنظيم تظاهرة أيام طبية تأخير، نفكر على الإيفينمون هذه. إيه، إحنا دونك أول أيام طبية للمستشفى الجهوي السادة المقدم، هي الأيام الطبية لقسم الاستعجالي اللي حبيناها في أول أيام هذية تكون مركزة على الجلطة القلبية والدماغية. كما تعرفوا الجلطة القلبية هي حالة استعجالية قصوى، والجلطة الدماغية كذلك، وفما دواء فما علاج اللي هو موجود متوفر في مستشفى صدق مقدم، واللي ماذا بينا يكون الغوكروتمون، ماذا بينا الناس يكونوا سنسيبيليزي والاطباء زادا يكونوا سنسيبيليزي للحاله هذه، الحالات هذه باش المريض كيف يعاني من الام في الصدر ولا يكون يعاني من جلطه يكون معناها ترانسفير نتاعو تخي غابيد للقسم الاستعجالي نتاعنا، وين ينجم يتلقى العلاج في اقصى سرعه. بون، معناها عباره على مداخلات ديفونسيون. هي مداخلات. وشكون اللي انتبهتي؟ شكون معناها السيب تاع هذه؟ هي دونك الايام الاولى لقسم الاستعجالي بمستشفى جهوي صدق مقدم يوم 23 فبراير 2019 من 8 صباحا للسادسه مساء في نزل جربة بلازا. دونك المداخلات ان شاء الله يكون معنا دو بروفيسور فوزي عداد من تونس، بروفيسور بياض بوكيف من سهلول، بروفيسور ليلى عبيد من صفاقس، دكتور مكرم بعطور من مستشفى العسكري بجابس، دكتور غرايري من مستشفى جهوي صدق مقدم، دكتورة بن محمود من مستشفى جهوي صدق مقدم، دكتور جامعي، ودكتورة أميرة جعفر من مستشفى جهوي صدق مقدم، ودكتور منير نعيجة من سامو سهلول، سامو 03. دونك المداخلات هي مداخلات من مستوى عالي، وإن شاء الله اللي يكون النتيجة معناها إيجابية، خاطر هذه الجورني استدعينا فيها أطباء من الجنوب الشرقي الكل، من جابس، من تضاوين، من مدنين، من بنقردان، من الجنوب الشرقي الكل، استدعيت الأطباء نتاع الاستعجالي وأطباء القلب وأطباء الأعصاب، وإن شاء الله تكون زادة فما حملة بالميديا لتحسيس المواطنين اللي يعانيوا من جلطة دماغية، خاطر توا ماهمش قاعدين يجيونا في الوقت المناسب للتدخل نتاعنا. ما تعرف الجلطة الدماغية لازم تتوفر فيها شروط باش نجموا احنا نصرفوا العرق هذاك في أسرع وقت. دونك إن شاء الله زيد أنتم تعاونونا في تحسيس المواطنين، أول ما يحس اللي فمه تعوج ولا يده ترخات ولا ساقه ولا يتصل بقسم الاستعجالي في أقرب وأسرع وقت. ما نقولوش ليه توا يمكن فاشل شوية ويرجع، راهو نضيعوا عليه فرصة باش يكمل حياته كمواطن عادي، مش مواطن معاق ويقف على الخدمة ويقف ويولي شارج سوسيال وشارج كبيرة على أهله وشارج كاملة على البلاد. دونك احنا إن شاء الله تعاونونا في تحسيس المواطنين باش يكونوا يتصلوا في أسرع وقت للقسم الاستعجالي.